طيب خلونا نروح لألمانيا، لأنه ألمانيا في يعني قطاع شمال الصعيد هي المحافظة اللي يمكن طبقا للتقارير الحكومية يعني مخصص ليها في السنة المالية 21-22 8.4 مليار جنيه. سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ ألمانيا، أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور محمد، يعني مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. طمنا على المنيا واهل المنيا، وانا عارف ان الشغل كتير والانجاز اللي حصل كتير خلال السنوات اللي فاتت يا فندم. الحمد لله رب العالمين، الانجازات في محافظه المنيا الحمد لله كويسه وماشي على خطى يعني توجيهات السيد الرئيس. احنا عندنا مبادره سياحه حياه كريمه، طبعا انت عارف في المنيا في 5 مراكز ب 192 قريه، وكانت في المرحلة الأولى شاملة 25 قرية قبل ما يطلق إقامة السيد الرئيس المشروع القومي لتطوير الريف المصري. ال 19 قرية الأولى والست قرى الأول قبليهم 25 تموا على أكمل وجه في كافة القطاعات اللي تناولتها التطوير من كهرباء وتربية وتعليم وحدات صحية ومياه شرب ورصف طرق. الآن أطلق فخامة السيد الرئيس المبادرة الأكبر والأضخم في العصر الحديث ويمكن أكبر في العالم، واللي هو المشروع القومي لتطوير الريف المصري. عندنا نسبة التنفيذ يمكن تجاوزت 50% في مشروعات كتيرة، وفي مشروعات وصلت فيها ل 70 و80%. احنا داخلين في 16 قطاع، وبتبلغ قيمة الاستثمارات في حياة كريمة في محافظة المنيا 23 مليار جنيه. طب عندنا خارج حياه كريمه يا فندم، يعني فيما يتعلق مثلا بالمشروعات الاسكان اللي الدوله بتعملها والاسكان الاجتماعي، طبعا يعني الاطلاله على اللي هو خاص بيه التنميه الصناعيه في مثلا المنيا الجديده اللي حاصل فيها ايه؟ يعني المنيا الجديده فيها مشروعات اسكان اجتماعي وفيها وفيها المنطقه الصناعيه وفيها مجمعات صناعيه. على مدار السنين الماضيه تمت مشروعات قوميه طبعا، لكن انا بقول لحضرتك اللي هو المشروع اللي موجود حاليا اللي هو مشروع تطوير الريف، صحيح، مشروع حياه كريمه تطوير الريف المصري. طبعا الحلم اصبح حقيقه لكافه القرى. انت ترى السعاده في وجوه المواطنين اثناء جولات الميدانيه، اصبح عنده مجمعات خدميه بدل ما كان بيتوجه للمدينه هتبقى عنده موجوده في قريته. يعني عندنا 32 مجمع خدمي، عنده 7 يعني مجمع مركز تكنولوجي، وعنده وحده تضامن اجتماعي ومكتب بريد ومكتب تمويل وشارع عقاري وسجل مدني، كل ده موجود عنده في القريه. كان الاول بيروح للمدينه. تمام حضرتك، تمام. وكذلك مجمعات زراعيه، وعندك في التربيه والتعليم كثافه الفصول هتنزل للنصف. يعني عندنا 103 مدرسه في حياه كريمه بدل ما كان في فترتين، هنحل الفترتين ونقلل الكثافات. عندك صرف صحي كان 18% في حياه كريمه هيوصل لاكثر من 60% صرف صحي. عندنا بننشئ 17 محطه معالجه و178 محطه رافع صرف صحي بقيمه استثماريه حوالي 13 مليار جنيه. انشاء 10 محطات مياه شرب واحلال وتجديد شبكات. كل ده يعني حضرتك بيتم في خلال عام كتوجيهات فخامه السيد الرئيس. انشاء مراكز شباب، 61 مركز شباب على مستوى ال5 مراكز اللي داخلين في المرحله الاولى، وتطوير 30 مركز شباب. الغاز الطبيعي هيوصل لكافه القرى في 192 قريه. تمام حضرتك، يعني الغاز الطبيعي وصل عندنا في قريه المعصره، وشاهدت بعيني الناس وهي سعيده والغاز الطبيعي وصل لمنازلهم واشتغل. يعني بقول على الاتصالات دلوقتي اولادنا كلهم بيتعلموا الانترنت، والاتصالات دي هتوصل كافه القرى. يعني وجه الريف اتغير نقله نوعيه لن تشهدها البلاد من قبل. يعني اشكرك جدا سياده اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.